الله معنا في المجلس. شكرا جزيلا على هذه الدعوة، ومن دواعي السرور أن أكون معكم وأشكر قطر على استقبالي أيضا. سنة 1995 لما أنت شلت كأس العالم للشباب، أنا كنت مراسل في الملعب، أعمل لقاءات وأعمل تغطية كنت خاصة لهذه البطولة، وكنت أحد الشخصيات اللي أنا عملت معها مقابلة بعد المباراة. مر 27 عام على تلك البطولة، وقطر الآن مختلفة تماما عن تلك الفترة، ولكن في كل مرة أرى فيها هذه الصور أشعر بسعادة كبيرة جدا، وهذا هو المكان الذي غير حياتنا بعد أن توجنا أبطالا للشباب. كيف ترى الدوحة بعد 27 عاما؟ يا إلهي، تغيرت كثيرا الدوحة وتطورت كثيرا. نحن نتحدث عن دولة جديدة، بلد جديد، مدينة جديدة. أمر مبهر جدا أن نشاهد كل هذه المباني والقطع المعمارية الفنية الرائعة جدا. أعتقد أنهم غيروا البلد تماما، ونحن اليوم يمكن أن نرى بلد يستمتع فيها الناس. فيني فضول أبقي أعرف، هل اتجهت الى الاستاذ خليفه؟ قلت بزور الاستاذ خليفه، شفت الاستاذ خليفه بعد سواش؟ نعم، كنت هناك مع زوجتي ومع ابنتي، وقلت لهما نحن هنا، نحن في هذا الملعب استاد خليفة، والذي يجب أن يكون واحد من الملاعب التي حافظت على جوهرها وعلى شكلها أيضا، لم يتغير كثيرا. واستمتعت كثيرا رفقة عائلتي في هذا المكان، المكان الذي بدأت في مسيرتي كلاعب محترف، وهذه زوجتي سول، مرحبا بك. وكانت لحظة خاصة جدا وعاطفية جدا بالنسبة لي. كم مباراة حضرت المونديال؟ حضرت كل المباريات تقريبا، وبين التلفاز وبين العمل في كل ما تتاح لي الفرصة أذهب لمشاهدة مباراة كأس العالم، والبنية التحتية والاستادات والتنظيم في الدخول والخروج وكأس العالم. أعتقد بأنها أشياء مبهرة جدا. أن تكون الملاعب قريبة أيضا فهو شيء لا يصدق، لأن هذا يسمح لك بأن تشاهد أكثر من مباراة في يوم واحد، خاصة في دور المجموعة. عيش المباريات اللي حضرت في نفس اليوم. في نفس اليوم لا أتذكر بالضبط المباريات في نفس اليوم التي حضرتها، ولكن كنت في مباراة الأرجنتين والمملكة العربية السعودية، وبعد ذلك كان علي أن أذهب لأعلق على مباراة فرنسا وأستراليا، وكان عمل كبير بالنسبة لي، كان يوم صعب، ولكن في نفس الوقت بالطبع سعادة كبيرة أن تشاهد المباريات في نفس اليوم وفي استادات مختلفة. أعتقد أنها أول مرة في التاريخ يحدث ذلك الأمر. ذكرت أنك تعلق، وين الآن ايش تعمل بالضبط بعد ما تركت الكرة؟ أنا معلق الآن، معلق رياضي، أعمل في مجال الإعلام منذ سنوات. لدينا برنامج يومي، وهذا يتعلق أيضا بتكريم مارادونا، ونحلل كل جولة من جولات كأس العالم، وأعمل مع تلفزيونات مختلفة في العالم، ولدينا أيضا بعض المحتوى الذي نقدمه يتعلق بأشياء جديدة حول كأس العالم. على طاري أنك محلل في قنوات متعددة، هل لي مثلا أعرف وجهة نظركم على كأس العالم في قطر كمستوى فني أو مغاير عن مختلف البطولات السابقة؟ كيف تصنفون مستوى كأس العالم 22 في قطر بالنسبة للبطولات كلها؟ أعتقد أنه منذ فترة طويلة أن نشاهد في آخر جولة في المجموعات كل شيء وارد الحدوث، كل فريق من الممكن أن يتأهل إلى دور 16، وبالتالي دور المجموعات كان مبهرا جدا. أعتقد بأن الفجوة تقلصت كثيرا بين المنتخبات، أي فريق يعتمد على روح المجموعة ولديه
أسلوب في اللعب من الممكن أن يحقق النجاح. وبعد ذلك أيضا ما كما يقولون من يحسم اللاعبون الذين يتمتعون بموهبة فردية. عجبني كثيرا المنتخب الفرنسي والبرازيل أيضا منتخب قوي جدا. منتخب الأرجنتين كان مستواه تصاعدي ولدينا مباراة صعبة جدا أمام هولندا. وهنالك أيضا مفاجآت في كأس العالم والتي كانت مفاجآت إيجابية. كانت مفاجآت كي يؤمن الجميع بأن كل شيء وارد الحدوث مثل ما حصل مع اليابان والمملكة العربية السعودية وأيضا ما حصل مع المغرب. هذه تعجبك أنت طبعا. إذا أتكلم على البعض يقول أن سبب هذا المستوى الفني العالي للبطولة لأن اللاعبين جاي لك وهم في فورمة عالية. الدوريات ما زالت شغالة لم تتوقف كما هو الحال في الصيف. أتكلم على نصف الموسم وهذا الشيء ساعدهم بشكل كبير. بل أن حتى هناك من بدأ يطالب يقول لك لماذا نجعل كأس العالم في نفس هذا التوقيت كل عام في كل مناسبة. أعتقد بأنه كأس عالم هجومي مثل ما حدث في عام 2014. كان كأس عالم فني جدا ومتميز جدا ولكن في 2018 كان كأس عالم دفاعي أكثر. أما هذه النسخة فهي نسخة هجومية جدا وبجودة فنية عالية للغاية وبمنتخبات لديها طموح كبير في المضي قدما. فيما يتعلق في شهر نوفمبر أو ديسمبر أعتقد أن اللاعبين يصلون في حالة بدنية جيدة ولكن لم يكن هنالك أيضا التحضير المناسب لكأس العالم. كنا نتمنى أن نشاهد على سبيل المثال بنزيما ولوتشيلسو في الأرجنتين والعديد من اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات أيضا ولم يتجهزوا ويتحضروا بصورة أفضل. وساديو ماني أيضا كذلك. منتخب الأرجنتين في البطولة أنت تفضلت قلت أنه هو مستوى تصاعدي. يعني لربما البعض قبل بداية البطولة كان يرشح الأرجنتين أن تكون بطلة لهذه النسخة ولكن بعد مشاهدتهم لمستوى الأرجنتين بدأ البعض يتردد حتى في ذكر أن الأرجنتين سوف تفوز غدا على المنتخب الهولندي. أنت ماذا تقول؟ أنا أقول دائما بأنه يجب أن نبني مسألة الترشح لتكون مرشح للفوز باللقب. الأرجنتين فاز بكوبا أمريكا في عام 2021 وفاز أيضا أمام إيطاليا ولكن كأس العالم هو كأس مختلف. كأس العالم هو بطولة مختلفة. كما أسلفنا المنتخب الأرجنتيني صار بنسق تصاعدي تحسن بعد ذلك في المباراة الثانية أمام المكسيك. مباراة بولندا كانت نسخة مختلفة جدا من منتخب الأرجنتين ووضع وتحكم في نسق المباراة. أما المباراة أمام أستراليا المنتخب الأرجنتيني أظهر صلابة كبيرة جدا وكان يجب عليه أن يحسم المباراة سريعا ومبكرا. روميرو في تصريح خاص لقناة الكاس قال سبب بعد خسارتنا من المنتخب السعودي في الافتتاح جعلتنا نلعب كل مباراة وكأنها نهائي بطولة. وفعلا احنا لاحظنا هذا الشيء ولاحظنا حتى كيف اللاعبين عندكم كانوا مكبوتين. يعني كانوا تحس انه كان في ضغط كبير عليهم تحديدا ميسي اللي احتفل لساعات طويلة ربما حتى مع الجماهير الأرجنتينية. نعم هذا صحيح ولكن هنالك أمران في غاية الأهمية. الأمر الأول يتعلق بالحالة الكروية والمنتخب الأرجنتيني تراخى كثيرا وتفاجأ بالمنتخب السعودي في المباراة الأولى في أول 10 دقائق من الشوط الثاني. القهوة العربية الآن تحبها؟ تحب القهوة العربية؟ نعم تعجبني كثيرا. تفضل عليها وافطري. هذه موجودة قلت موجود. أو ممتاز. القهوة العربية دائما متواجدة عندنا. شو اللي يعجبك في القهوة العربية؟ تعجبنا لأنها لها مذاق مختلف جدا، مذاق خاص، وبما أنها جزء من الثقافة العربية أيضا فتعجبني. دائما ما يمكن التعلم من كل الثقافات، وبالتالي نفس الأمر بالنسبة للأشياء ذات المذاق الحلو، ودائما ما يمكن أن تتعلم وتستخلص شيء من الحياة. فيما كنت أتحدث عنه عن الأرجنتين وميسي وجمهور الأرجنتين هذا أيضا يتعلق بثقافتنا بتقاليدنا
كيف يمكن أن نشجع المنتخب والجمهور الأرجنتيني. وأعتقد أن هذه واحدة من العروض الجميلة جدا، جمهور الأرجنتين كيف يظهر حبه للمنتخب الأرجنتيني، واللاعبون يستقبلون هذا الحب في كل يوم. راح أتكلم معك على الجمهور الأرجنتيني والأشياء الجميلة اللي قاعد يسويها في قطر، وإعجابنا الشديد بهذا الجمهور الكبير. لكن ياريت تكلمني على الأشياء اللي شفتها هنا في قطر، عن الثقافة والتراث والعادات والتقاليد، الأشياء اللي أنت وأسرتك حتى يعني تعمقتوا فيها أو عجبتكم. في الواقع أعتقد أنه كان اليوم الوحيد، اليوم الأول الحر بعد فترة من العمل الطويل، ولكن ذهبنا إلى الصحراء، وفي الصحراء استمتعنا كثيرا، عشنا يوم رفقة الجمال وبعض التقاليد القطرية أيضا العريقة، والموسيقى العربية القطرية والتي فيها نوع من السحر تجعلك تشعر بسعادة كبيرة. القهوة وين؟ تعبت الريال، يحب القهوة، جيبوا له جيبوا له. جاسم بس على شغلة. ها؟ هو بالملعب شرس قوي ما يبتسم، بس الحين شوف برا الملعب ما شاء الله كله مبتسم يسولف. مزيد من القهوة. هل تريد مزيد؟ سي بور فافور. إذا 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 نعم، دائما ما كنت شرس داخل أرضية الميدان، ولكن دائما ما استمتعت كثيرا بكرة القدم، دائما ما كنت أستمتع بكرة القدم، وهذا مهم جدا بطبيعة الحال أن تنقل ذلك إلى اللاعبين الشباب الصغار واللاعبات الصغيرات. أيضا من المهم جدا أن يكون لاعب عاش سنوات طويلة في كرة القدم وكان له مسيرة طويلة مع عدد كبير من الأندية، أن يقول بأنه استمتع في كل مرحلة من حياته، وعندما يرتدي أيضا قميص المنتخب الأرجنتيني. نرجع للحديث عن المنتخب الأرجنتيني والجماهير المنتخب الأرجنتيني، راح أرويك آخر لغطات للمنتخب الأرجنتيني أنت متعود عليها لكن إحنا مستمتعين فيها. بالي ما صار الله ممكن ترجم ليش قاعد يقول الجمهور وانت تغني معاهم لو سمحت. حتى المدام تفاعلت وقامت تصفق معانا. هذه أغنية بسيطة جدا ومعروفة وتعني هيا بنا إلى الأرجنتين، أنت تعرفين أنني أحبك، اليوم سأفوز ونحن سنكون الأوائل. هذا جمهور المجنون يقدم كل شيء من أجل الفوز بالكأس والبلد الذي فيه ميسي ومارادونا. والأغنية الأخرى الجديدة وهي جديدة لهذا العام، وهي أغنية جميلة جدا أيضا، وتقول Muchachos, يا شباب ahora nos volvimos a ilusionar. سنعود من جديد للطموح.
Quiero ganar la tercera. نريد أن نفوز بالثالثة. Quiero ser campeón mundial. أريد أن أكون بطل العالم. Y al Diego. وديغو مارادونا. Desde el cielo lo podemos ver. من السماء يمكن أن نراه. Con Don Diego y con la tuta. مع ديغو ووالدة. Alentándolo a Lionel. سنشجع ليونيل ميسي. هذه هي. عارف له بس يعني مش هذا يعتبر ضغط كبير على ميسي تحميله يعني كل شيء فوق راسه وعلى ظهره بصراحة. ميسي ولد بهذا الضغط وأعتقد بأنه أول شخص من يضع لنفسه هذا الضغط لأنه أراد أن يكون الأفضل. Es un jugador. وهو لاعب بغض النظر أنه عبقري ولكنه تطور كثيرا في كل النواحي تطور كقائد للمنتخب الأرجنتيني كقائد لهذه المجموعة ومر بالعديد من اللحظات الصعبة مع الأرجنتين والآن يعيش ويمر بلحظات إيجابية جدا ونأمل أن يكون كذلك غدا إن شاء الله. اولا احب اشكر خوان بابلو سورين انه لبنا الدعوه لدينا علاقه رائعه منذ سنوات كثيره وانا حبيت تشرح للمشاهد الوثائق اللي قاعد تشتغل عليه وخصوصا تورينا بعض الامور الموجوده في اسرار في قال لي باعت في السياره قال لي ما راح اتكلم عليها لغايه ما اوصل لك. عند اشرف في مصور معاكم صح؟ طبعا معاه عشان يتابعوا ويصور لهذا هذا المصور اللي جاي مع اخوان اوكي نعم هذا صحيح مع سول زميلتي لدينا ايضا منتجة للمحتوى ونعتقد انه من المهم جدا ان نسرد قصة قطر خلال 27 عام وبالتالي قررنا ان نقوم بعمل وثائقي والذي يحكي مجموعة من المراهقين والشباب من الأرجنتين والبرازيل ومن اسبانيا والبرتغال والذين جاءوا لخوض بطولة كأس العالم للشباب في مكان مجهول لانه لم يكن احد يعرف الكثير عن قطر في تلك الفترة وخلال تلك البطولة تغيرت حياتنا تماما. نحن اللاعبون كنا سعداء جدا نحن الأرجنتينيون لأننا كنا أبطال العالم ولكن نجحنا في أن تكون لنا قصة وهذه القصة نسردها في هذا الوثائقي نظهر دولة قطر قبل 27 عام ببعض الصور النادرة جدا وأيضا هذه هي بعض الصور في الوثائقي وفي هذا الوثائقي يمكن أن نشاهد قطر قبل سنة سنوات طويلة جدا وبيكرمان الذي كان مدربنا والآن هو مدرب منتخب فنزويلا وهنالك أيضا بعض المباني القليلة التي كانت موجودة أيضا في تلك الفترة تظهر في الوثائقي. نحن سعداء جدا ومسرورون جدا. هذا الوثائقي أيضا كان موجود في مهرجان السينما وأيضا عرض في بعض سيعرض في بعض المنصات وفي بعض التلفزيونات والقنوات أيضا ومن أجل أن ننهي هذه الأحاسيس ونكمل هذه الأحاسيس والتي هي لدي ولدى عائلتي أن نقدر على أن نسرد تاريخ قطر منذ تلك الفترة عام 1995 وحتى هذه الفترة وسيكون هنالك مفاجأة وسنرى ولكن هدف هذا الوثائقي هو أنه يحكي عندما أنك كنت مرة في قطر وهذا يعني أن الأمر يتعلق بأن بإرث وكيف يمكن أن تصل إلى حلمك بالنسبة للشباب. هذا مهم جدا أن يواصلوا ويقوموا بالأشياء التي تجعلهم شغوفين. هذه بعض الصور لنا ونحن نفوز باللقب في عام 1995. ممكن تطلع لي الشنطة أنا برجع معك بالذاكرة شوي لقطر. الشنطة هذه الظاهر هي كلمة قبل القميص سأعرض هذا البنطال كنت ألعب بالرقم 6
في 1995 de zaguero central. وكنت ألعب كقلب دفاع. كنت ألعب كقلب دفاع. إخوان هذا وليس كظهير. في 1995. وهذه هذه الشارة الرسمية لبطولة كأس العالم في قطر 1995. 13 و 28 ابريل وهنا 13 من ابريل عام 1995 ما شاء الله ما زلت محتفظ فيها طبعا جايين لا كاميسيتا ها جايين قلت له تسوي لي القميص مستحيل بس قبل الكاميسيتا لكن قبل القميص الميدالية ارمي لا تومن اي لا هنا يوجد اسم قطر على الميدالية هذا الميدالية هذا هو كأس العالم للشباب هذه الكأس الذي فاز به أيضا مارادونا الله عليك الله عليك محتفظ فيها والله تاريخ وأخيرا الله قميص المنتخب الأرجنتيني والرقم 6 الذي كنت ألعب بها في البطولة الله هذا هو التيشيرت اللي انت اسمك قميصيتا كي جبتي ان الكامبيوناتو نعم هذا هو القميص اخوان لا ابيع هذا القميص لن ابيعه ولكن ممكن ان تضعه في متحف او طلبوا منك عندنا احنا متحف رياضي في قطر اسمه متحف قطر الاولمبي والرياضي سمعت عنه في استاد خليفة في نفس المكان اللي توجت فيه بطلا نعم نعم أعرف هذا المتحف جيدا يمكن أن نتحدث عن ذلك لاحقا لدي قميص جميل آخر قميص من تلك البطولة من الممكن أن نقوم بذلك هذا القميص هو جزء من جسدي أعتبرها كذلك هذا هو الحلم عندما كنت صغيرا وبعد ذلك أن تشارك في بطولة كأس عالم وأن تكون بطل للعالم وأنت في 17 أو 18 من عمرك وفجأة تصبح على قمة العالم وتتذكر كل شيء تتذكر عائلتك وأصدقائك وكل الجهد المبذول وأيضا تتذكر جمهور بلدك كانت ليلة مثل هذه الليلة أتذكر ذلك في شهر أبريل كانت ليلة رائعة جدا وجميلة لا يمكن أن أنساها دائما ستبقى دائما في قلبي تتذكر تفاصيل كأس العالم للشباب انها كانت اصلا في نيجيريا وبعدها باسبوعين فقط قرروا ان يتم استضافتها هنا في قطر تعرف هذا الشيء نعم نعم اعرف ذلك تماما في الوثائق هنالك كل هذه القصة التي تسرد ذلك والمفاجأة لم يكن يعرف أحد إذا كانت ستلعب في نيجيريا أو في بلد في أوروبا وفي النهاية قرروا أن تلعب في قطر ولكن إذا تتذكر من الممكن أن تسرد لي ما حصل في تلك الفترة طبعا هي البطولة حتى للجمهور البطولة هي كانت مقررة تقام 1995 في نيجيريا ولسبب ما كان في تفشي الأمراض نوعا ما أعتقد الكوليرا إذا ما خاب ظني الفيفا كان يبحث عن دولة القيادة هنا كان الشيخ حمد كان هنا ذاك ولي عهد قطر هو اللي توجك بالكأس تصدى لاستضافة هذه البطولة ولربما حتى بدأ الحلم استضافة البطولة الأكبر 2022 مع الشيخ حمد أميرنا السابق الأمير الوالد الحالية وجات البطولة في قطر وتذكر كنتوا ساكنين في فندق رمادة في فندق اللي حطيت أنت من شوي وكان في فندق شيرتون كان أكثر من فندق وكنت أنا مراسل لذلك أتذكر تفاصيل كثيرة ولعبت النهائي مع المنتخب البرازيلي وكانت من أقوى المباراة تتذكر تفاصيل المباراة النهائية تتذكر تفاصيل بعض البطولة نعم أتذكر تفاصيل النهائي لعبنا مباراة كبيرة جدا نحن كنا خسرنا نهائي بطولة سود أمريكانو وخسرنا أمام البرازيل بهدفين لصفر وكان هنالك أشياء مشابهة ولكن بالعكس نحن من فاز بواقع هدفين لصفر وقائد المنتخب البرازيلي لم يقدر على المشاركة في المباراة النهائية في قطر وأنا لم أقدر على المشاركة في مباراة سود أمريكانو أو كأس أمريكا الجنوبية كانت هنالك الكثير من الأشياء التي تحدث في تلك الفترة
فترة، وأتذكر الشعب القطري، وكان هنالك أيضا مشجعون من بنغلاديش وكانوا يشجعون الأرجنتين وكانوا يحملون علم الأرجنتين وكانوا يحبون جدا ويعشقون مارادونا. وأتذكر أيضا بأن المدرجات كانت ممتلئة بالجماهير والشعب القطري أيضا كان نشطا جدا ويشجع وكان متحمس لكل ما يحدث في تلك المباراة النهائية، النهائي مبهر جدا بين الأرجنتين والبرازيل، وهذا لا يحدث كثيرا. تعلم أن قطر يعني وبعد ذلك أيضا اللحظة نحن ذهبنا لأن نستقبل الميدالية، وأنا كان علي أن أبقى وحيدا في الأعلى وكل الزملاء كانوا ينزلون، بما أنني القائد كنت في الأعلى وكان بلانش موجود واسمه الأمير، واسمه الأمير أعطاني الكأس. هذه اللحظة لحظة خاصة جدا ولكن من أفضل اللحظات في حياتي. وهذا هو القميص نفسه بهذا اللي الان عندك. نعم هذا صحيح، هذا هو القميص. احنا والله فخورين فيك. قبل استضافة كاس العالم في قطر، طبعا اكيد انت باعتبارك محلل هناك حتى في البرامج التحليلية كانوا يتكلمون عن قطر وصعوبة استضافة كاس العالم وكيف لهذا البلد الصغير ان يستضيف 4 مباريات في يوم واحد، يعني اعتقد سمعت هذا الكلام. معلش انا يهمني كصحفي ان اعرف منك قبل ما جئك الى قطر وسمعت اشياء كثيره، وبعد ما جئت قطر ايش اللي حصل بالضبط؟ الأخبار وهذه الأشياء كانت تصل لنا بأن الجميع كان يتحدث عن كأس العالم، وأول ما فكرت فيه بوينوس آيرس هي بلد يوجد فيها الكثير من الثقافات، وأتذكر بوينوس آيرس كيف هي مدينة، كيف يمكن أن تكون في باترنال وتذهب إلى لينارس من ملعب جونيور إلى بيليس. والتحدي الكبير بالنسبة لقطر هو كيف تنظم البطولة مع عدد كبير من المشجعين الذين يأتوا، والأمور اللوجستية أعتقد هنا كانت تكمن الصعوبة، ولكن مهرجان المشجعين وبالنسبة للإستادات وما والأجواء في الشارع هي أجواء مونديالية، أجواء احتفالية، وبالنسبة لنا نحن اللاعبون هو الأمر يتعلق كما لو كنت في شهر واحد في عيد ميلاد، في حفلة عيد ميلاد، وتستمتع كثيرا، وكان الأمر كذلك. حد عنده سؤال يا شباب؟ يا أنا خالد تفضل. أخوان أنت في 2006 كنت كابتن منتخب الأرجنتين، كان في مباراة مع ألمانيا، أنا بس عندي فضول أبي أعرف المدرب بكرمان ليش ما لعب ميسي طوال 120 دقيقة؟ مترو عندما يرى الشباب كرة القدم، لأن يوجد 5 تغييرات مع مسألة الجائحة وما حصل في الماضي، ولكن في الماضي كان هناك 3 تغييرات، ومن سوء الحظ بالنسبة لنا أنه في تلك المباراة تعرض لأصيبة حارس مرمى المنتخب وكان يجب أن يخرج من أرضية الميدان، وبالتالي كان علينا لم نقدر على أن نجري، كان هناك تغيير واحد، والتغيير كان رغبة بالطبع من المدرب، ولكن التغيير الذي قام به والذي أجراه كان مهاجم بمهاجم في تلك الفترة، لأننا كنا نتقدم بهدف للصفر فقط. وأعتقد أن خوسيه بيكرمان والطاقم الفني هم من ساعدوا بأن يكون ميسي موجود في المنتخب الأرجنتيني عندما كان شابا، وهو كان يريد أن يشارك دائما في المباريات. ربما هي حسرة وحزن بأن الحارس أصيب ولم يقدر ميسي على المشاركة، ولكن كان لنا منتخب كبير وكان من الممكن أن نصل حتى النهاية ونصبح أبطالا، لأننا كنا نلعب كرة قدم مكتملة، ولكن في كأس العالم لا يمكن أن تخطئ. وبعد ذلك ركلات الترجيح، من يسدد هو من يفوز، من لديه حارس جيد هو من يفوز في النهاية. سأعود إلى 2006 كذلك، كنت عميد المنتخب الأرجنتيني، أن بيكرمان كان هو المدرب في 95، ميسي كان عنده 19 سنة. هل كنت آنذاك تظن أن ميسي سيفعل كل ما فعل لحد الآن في 16 سنة؟ وثانيا كيف تقيم مستوى المنتخب المغربي لكرة القدم؟
Bueno, cuando lo conocí a Messi. عندما عرفت ميسي. Me volvió loco su manera de jugar. كنت أجن بالطريقة التي يلعب بها وبشغفه بأن يكون الأفضل. لا يهم أين يلعب، دائما ما كان يريد أن يكون الأفضل. كنت أعرف أنه قادر على أن يحسم أي مباراة برغم أنه كان شابا صغيرا. No sabíamos hasta dónde. لا نعرف، لم نكن نعرف أين يمكن أن يصل، ولكن كنا نرى شيئا مختلفا تماما. كنا نشعر بأن هنالك لاعب مبهر وعبقري يولد، وبالطبع الأمر يعتمد على الكثير من العوامل، ولكن هو عرف رفقة عائلتي، عرف كيف يبني مسيرته ليكون أفضل لاعب خلال 17 عام 16 عام، ولكن دائما كان بين أفضل اللاعبين خلال تلك الفترة، لأنه وضع أمامه هدف واضح وهو أن يتحسن ويتطور في تسجيل الأهداف وفي التمريرات وفي الاستراتيجيات وفي طريقة اللعب. في بعض الأحيان في الأمام، وفي بعض الأحيان يلعب متأخر قليلا. كان يبحث عن الطريقة التي تجعله مميزا في منتخبه وفي أيضا باريس سان جيرمان، حيث يقدم موسم رائع جدا. وأنا سعيد جدا وفخور بأنني تقسمت معه بعض المباريات ولعبت بجواره بعض المباريات. فيما يخص المنتخب المغربي، يجب أن نصفق للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي أعتقد أنه منتخب لديه رغبة كبيرة، أكثر المنتخبات التي لديها رغبة كبيرة في هذه البطولة، وأعتقد أن أيضا هذا يتعلق بجمهور المغربي. نحن نعرف كيف هو الجمهور الأرجنتيني رقم واحد والجمهور المغربي رقم اثنين، لكن أنا أعرف بعض اللاعبين بما أنني في عالم كرة القدم، ولكن مزراوي وأمرابط، وفي عالم كرة القدم بالطبع حكيمي يعرفونه بسبب باريس سان جيرمان. منتخب المغرب في الوقت الحالي هو منتخب يتحدث الجميع عنه، ليس فقط بسبب لاعب واحد، ولكن بسبب المجموعة كلها. هم لا يستسلمون أبدا، ويعرفون كيف يصمدون أمام أي منتخب آخر. والمدرب أيضا، المدرب قام بعمل كبير. جمال مبارك، فضل. بس أنا عن لاعب يعني عمل مستحيل، هو معاه في نادي فياريال اللي هو ركلمي، يعني ظلموا إعلاميا هو مع ركلمي. فبس أنا عن ركلمي شلونه من لاعب. أولا بالطبع هو لاعب مهم جدا، كان في الأرجنتين. رومان هو موهبة كبيرة وظاهرة كبيرة في كرة القدم، يتمتع بذكاء وخبط كروي، ويعرف من يأتي خلفه وداخل أرضية الميدان. كان شرف كبير أن ألعب مع ريكيلمي في برشلونة وفي فياريال وأيضا في المنتخب الأرجنتيني، وسيبقى دائما كلاعب مختلف بالطريقة التي كان يلعب بها كرة القدم وكيف يتحرك داخل الميدان. هو واحد من اللاعبين رقم 10 والذي لا يشاهد الناس كثيرا، ولكن دائما ما يستمتع به الجميع. هو لاعب مختلف. عبد السلامي، آخر سؤال تفضل. هو سؤال أخير، رغم التجربة كبيرة كلاعب في على مستوى الأندية ثم على مستوى المنتخب، معناها السؤال انه لماذا اختار العمل التلفزي وخلى الخبره هذه كلها وما استغلش ما اعطاش الخبره اللي عنده على مستوى التدريب؟ سؤال وجيه جدا. في الواقع لست مدربا حتى الآن، لم أدرس لأكون مدربا. دائما ما عجبت، ما كنت أحب التواصل مع الجميع. عندما كنت ألعب في ريفر كنت أحب أن أكتب وأن أعمل في الراديو، والآن مع المنتجة التي معنا نحن نقوم بعمل برنامج عن كرة القدم، ويمزج بين الموسيقى والفن. وفي الحياة يجب أن تفعل الشيء الذي يجعلك سعيدا، وأن تستمتع أيضا، وأن تحاول أن تساعد أيضا كرة القدم والعالم من مكانك أو بالطريقة التي تراها مناسبة، وبالتالي أنا أقوم بذلك الآن. اليوم فان جال مدرب منتخب هولندا قال في لقاء في المؤتمر الصحفي أن هناك 40,000 مشجع أرجنتيني راح يتجهون بكرة إلى ستاد لوسيل، تتفق معه؟
Estoy de acuerdo. Vamos a estar todos ahí. نعم أنا متفق تماما. سيكون هناك جمهور كبير أرجنتيني في الملعب. سيكون من المهم جدا دور الجمهور. أعتقد أن هذا ظهر في مباراة المكسيك بعد الخسارة أمام المملكة العربية السعودية. الجمهور له أهمية كبيرة جدا وأنا عشت ذلك من الداخل. لهم دور كبير في عام 2006 عندما كنا نلعب الجمهور الأرجنتيني كان يغني النشيد الوطني بطريقة مختلفة وهذا يحفزك ويشحذ همتك من أجل أن تلعب وتقدم أقصى ما لديك ولكن المباريات تلعب على أرضية الميدان وبالتالي المنتخب الأرجنتيني يجب أن يكون غدا ذكي يعرف أنه يواجه منتخب له تاريخ كبير ومدرب أيضا واحد من أكثر المدربين الأذكياء في عالم كرة القدم ولاعبون أيضا يتمتعون بموهبة كبيرة وأيضا شباب بليند وخبكو ديونغ ودفاع بخبرة كبيرة وشباب مثل أكي وفان دايك هو منتخب والحارس أيضا أعتقد أنها ستكون مباراة كبيرة ونأمل أن يفوز الأرجنتين على طاري المنتخب توقعاتك مباراة الأرجنتين وهولندا سهلة ولا صعبة عليك نعم muy difícil nunca doy pronósticos ستكون صعبة لا اقول ابدا اي توقعات ولكن ما يمكن ان اقوله هو نامل ان نفوز غدا هذه هي رغبتي ان يفوز المنتخب الارجنتيني غدا وان يواجه المنتخب البرازيلي وان نتواجه في نصف النهائي وخالة يعني ان شاء الله عندها ما نشل ان شاء الله وخالة من ان شاء الله العرب فينس ان شاء الله كما سيقول لك غانت تفوز ان شاء الله نفوز ارجنتينا راح اراويك فيديو على طاري الجمهور لازم تشوفه ضروري اوكي متهرسه احنا حقيقة ساعدنا كثير بتواجدك معنا واتمنى من قلبي ان اشاهد نهائي مبكر لما شاهدناه في 95 بين البرازيل والارجنتين في الدور نصف النهائي اتمنى من قلبي اوخلا إن شاء نأمل الله. ذلك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سياسي نأمل وإن شاء الله سيكون كذلك وأشكركم على الدعوة ووجودي هنا بينكم وسنبقى على التواصل سواء في قطر أو في العالم لا حتى يعرف ما الذي سيحدث مدام أشرف موجود إن شاء الله نكون على التواصل دائم أخلا مع أشرف نعم دائما نعم دائما إحنا دائما نحب نأخذ صور جماعية مع نجوم فما بالك برجل صنع التاريخ مع منتخب وطن في 1995 claro por favor هيا بنا هيا